الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. جيش الاحتلال يقرر سحب 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة. ومقتل 10 حوثيين يمنيين في قصف أمريكي على 3 زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر. أهلا بكم إلى أخبار الثامنة التي تأتيكم عبر النيل الأخبار والفضائية المصرية في آخر أيام العام. كل عام وحضراتكم بخير. كل عام وأنت بخير منى. كل عام وأنت بخير أشرف. ونبدأ معكم هذه النشرة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الوضع الاقتصادي العالمي والاقتصاد المصري وأداء القطاع المصرفي بالدولة، حيث عرض السيد محافظ البنك المركزي عددا من الموضوعات ذات الصلة، من بينها القرارات الجديدة التي أصدرها البنك والتي تسري اعتبارا من الأول من يناير 2024، وتقضي بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية الإلكترونية للأفراد بالجنيه المصري، وهي القرارات التي تهدف لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في إنجاز المعاملات المالية بسرعة ومرونة، وذلك في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي. أضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية لعملية التنمية والقطاعات الأخرى ذات الأولوية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الصدد ومواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دول العالم بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، حيث أعرب سيادته عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته الأخوية، داعيا الله عز وجل أن يحمل العام الجديد الخير والرخاء لهم ولشعوبهم، وأن يكون بداية لعام خال من الصراعات يسوده العدل والمساواة بين الجميع، وأن تتضافر فيه كل الجهود لمواجهة التحديات من أجل مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالسلام والأمن والازدهار. رفعت وزارة الداخلية درجة استعداداتها لتأمين الاحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، وذلك إلى الدرجة القصوى، بما يوفر الأمان لكافة المواطنين المحتفلين في كل ربوع الوطن. وقد شملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية. اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات والتدابير الأمنية تزامنا مع بداية العام الميلادي الجديد واحتفال الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، حيث رفعت القوات درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى
مع جاهزيتها لمواجهة أي مستجدات. وتعتمد الخطة الأمنية على انتشار واسع للقوات على مستوى الجمهورية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل دور الارتكازات والخدمات الأمنية على كافة الطرق والمحاور ونشر الأقوال الأمنية عليها. وتشارك في عملية التأمين عناصر الشرطة النسائية التي تتسم بالكفاءة والجاهزية لأداء كافة المهام الموكلة إليها. استعدادات من أجهزة وزارة الداخلية لتأمين كافة الفعاليات والاحتفالات بشكل احترافي وحضاري، يعكس المظهر الحضاري والتطور الذي تشهده الشرطة المصرية والذي انعكس على نجاحها في تأمين كافة الفعاليات التي يشهدها الوطن. هذا ويحتفل المصريون الليلة بالعام الميلادي الجديد، حيث حرص البعض على حضور أوركسترا القاهرة السيمفوني كواحد من أهم الفرق الموسيقية التابعة للأوبرا المصرية. وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الزميلة نشوى صالح لتنقل لنا مظاهر الاحتفال. نشوى، يعني كل سنة وأنت طيبة، كيف تبدو مظاهر الاحتفال لديك والأجواء المصاحبة؟ أهلا بكل مشاهدي النيل، وكل عام وكل مشاهدي النيل وكل المصريين بألف خير، ولكم زملائي بالاستوديو كل عام وأنتم بألف خير. بالفعل تزامنا مع الاحتفالات برأس السنة الميلادية تواجد الكثير من المصريين في شوارع مصر يعبرون عن فرحتهم وسعادتهم ببداية العام الجديد، آملين أن يكون العام الجديد مليئا بالخير والبركات على المصريين وعلى مصر وعلى كل الوطن العربي. من هنا من دار الأوبرا المصرية وعلى وجه التحديد خارج قاعة المسرح الكبير، حيث بعد قليل ستبدأ يعني الاحتفالية الخاصة بأوركسترا القاهرة السيمفوني هنا في المسرح الكبير، وذلك تزامنا مع الاحتفالات بليلة رأس السنة، وذلك بحضور عدد كبير من المصريين ومن أفراد الجاليات الأجنبية المقيمين في مصر، والذين بسؤالهم قبل بداية الاحتفالية عن تواجدهم وسر اختيارهم لهذا الاحتفال وهنا في الأوبرا المصرية، قالوا أن هذه عادة اعتادوا عليها منذ سنوات، وذلك بحرص شديد على حضور هذا الاحتفال الخاص بالقاهرة السيمفوني الذي يعزف الكثير من الكلاسيكيات العالمية والموسيقى الشرقية. حرص الكثيرون في التواجد هنا وبسؤالهم كما ذكرت لكم عن أسباب الاختيار، قالوا أن هذه عادة كما قلت، وكذلك لأن الموسيقى تعد غذاء للروح، وهي احتفالية مختلفة عن تواجد في المناطق العامة أو عشاء مع الأسرة أو مع العائلة. الأوبرا المصرية كما تعلمون تعد مزارا ثقافيا هاما وأحد الروافد الثقافية الهامة في مصر، الذي يحرص المصريون على النيل والتواجد بصفة مستمرة من أجل مشاهدة الكثير من الحفلات الخاصة بأوركسترا القاهرة السيمفوني أو الأوركسترا الخاص بالموسيقى الشرقية. هذه احتفالية خاصة يحرص المصريون والأجانب كما ذكرت على التواجد هنا من أجل التعبير عن سعادتهم ببداية العام الجديد. نعم، شكرا لك نشوى صالح، نقلت لنا مظاهر الاحتفال من دار الأوبرا المصرية. كما توافد المصريون على المتنزهات والحدائق للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ويعد ممشى أهل مصر واحدا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية التي يقبل عليها المواطنون والأجانب خلال الأعياد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل أحمد سعد لينقل لنا مظاهر الاحتفال من ممشى أهل مصر. أحمد، كيف تبدو مظاهر الاحتفال لديك والأجواء المصاحبة؟
أحمد، إذا كنت تسمعني، كيف تبدو مظاهر الاحتفال لديك والأجواء المصاحبة؟ يبدو أن الاتصال انقطع ونواصل تقديم نشرتنا. وصلت الفرقاطة القدير من طراز 200 ميكو اي إلى قاعدة الإسكندرية إذانا بانضمامها للأسطول البحري المصري. يأتي ذلك بعد إتمام إجراءات استلامها من ألمانيا، حيث تم بناؤها وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. بنشكر الجيش بتاعنا والقوات البحرية، وطبعا على رأسهم القائد العدل للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبنتمنى دايما احنا نبقى في تقدم وازدهار ونبقى أقوى دولة بإذن الله. دي فرقاطة كبيرة، قطعة بحرية بتزيد كفاءة القوات البحرية. أنا جاي عشان مصر ومبسوط قوي. احنا بنبارك طبعا للقوات المسلحه بصفه عامه والقوات البحريه بصفه خاصه. ده اغلى واحلى واحسن وطن في الدنيا، وربنا يا رب يكرمه دايما يبقى بالجيش المصري وبقوات المسلحه وبقوات البحريه، يبقى اعظم وطن في الدنيا باذن الله. وكلنا شايفين الدنيا وشايفين العالم وعارفين ان الجيش، ان اي بلد من غير جيش ما تسواش اي حاجه. انا اول مره اجي بصراحه اشوف حاجه زي كده. ايه الجمال ده وايه العظمه دي؟ احنا جيشنا قوي فعلا، يعني بجد حاجه تشرف وحاجه مبهره. كده الجيش بتاعنا كان قوي، وانضمام الفرقاطة ليها تخليه قوي اكتر. احنا بلد الامن والامان، ده حاجه تخلينا بلد قويه جدا، ودي حاجه تخلينا نحس بالامان وبالفخر تجاه وطننا. وتحيا مصر دايما. واحنا الجيش موجود في ظهرنا، حاسين بالامان في بلدنا، وحاسين ان مصر دايما هتبقى فوق وتبقى احلى بلد في الدنيا. وتحيا مصر. والقوات البحريه بقت دلوقتي معده مصنفه على العالم،
وبنفتخر بكل حاجة جديدة بتدخل في البحرية. جد حاجة تشرف وحاجة تسعدنا كلنا، ويا رب مصر دايما فعالية وتحيا مصر بإذن الله. أي إضافة لجيشنا وأي إضافة لبلدنا بتسعدنا جدا جدا، وبتبين قوة بلدنا، فده شيء جميل جدا جدا ان احنا يبقى عندنا الاستعدادات الحلوه ديت لزياده القوات البحريه او في اي مجال جيش. يعني احنا عندنا ميزه جميله جدا ان احنا عندنا وطن وبيحمينا وجيش بيحمينا ورئيس محافظ علينا وعلى اراضينا وعلى شعبه، فالحمد لله رب العالمين. ربنا يخلي قائدنا ويخلي جيشنا وشبابنا يا رب. حضر مراسم الاستقبال قائد المنطقة الشمالية العسكرية وعدد من قادة القوات البحرية وعدد من طلبة الجامعات والمدارس وعدد من أهالي محافظة الأسكندرية. أصدر رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قرارا بأن يكون يوم الأحد 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر. وأوضح المركز الإعلامي في بيان له أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، مشددا على امتلاك قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة منظومة رصد متكاملة داليا ومعمليا لفيروسات الانفلونزا والفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي والتي تعد الأقوى على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتم من خلالها رصد نشاط الفيروسات المسببة لأمراض الجهاز التنفسي. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة. وقالت الإذاعة إن القرار جاء بعد تقييم الوضع في القطاع، وأشارت إلى أنه من بين الألوية 5 تم سحب 2 من قوات الاحتياط. تتوالى الخسائر في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتتوالى وعود الحكومة الإسرائيلية بتحقيق أهدافها، فيما يبدو أن هناك تخبطا داخل حكومة الحرب الإسرائيلية مع ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحيدا خلال مؤتمر صحفي اعتذر عنه وزير الدفاع يوف جالنت ووزير حكومة الطوارئ المعروفة اختصارا بحكومة الحرب. ورجحت التقارير أن يكون سبب رفض جالنت وجالنت المشاركة في المؤتمر الصحفي مع نتنياهو متعلقا برفضهما لتصريحات نتنياهو السياسية على غرار ما حدث في المؤتمرات الصحفية الأخيرة. وبالرغم من تأكيد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي أن الحرب على قطاع غزة ستستمر شهورا طويلة حتى تحقق أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى على حد قوله، بالرغم من الأثمان الموجعة، إلا أن مسؤولين بجيش الاحتلال الإسرائيلي أكدوا أن الحرب الحالية ضد فصائل المقاومة في قطاع غزة لن تنجح في القضاء بشكل تام على قدرات المقاومة. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين، أحدهما رائد بلواء جولاني والآخر قائد فرقة في المعارك بقطاع غزة، وإصابة 5 جنود آخرين خلال الاشتباكات بقطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 500 قتيل. ونسبت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولين بالجيش بأن التقديرات تشير إلى أنه حتى ولو تمكنت إسرائيل من تحقيق كل أهدافها فهي لن تكون قادرة على محو الاحتمالات الأخرى بقيام أشخاص منفردين بالهجوم على المدن الإسرائيلية، فيما كلفت الحرب الحكومة الإسرائيلية نحو 18 مليار دولار حتى الآن. وفي ظل الضغوط الداخلية والخارجية على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار، شارك آلاف الإسرائيليين في مظاهرة بتل أبيب للمطالبة بإطاحة نتنياهو من رئاسة الحكومة. كما نظم أهالي الأسرى المحتجزين بقطاع غزة مظاهرة أخرى بتل أبيب للمطالبة بصفقة فورية مع فصائل المقاومة يتم بموجبها تحرير ذويهم. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور من الخليل الدكتور أحمد شديد الباحث بالشأن الإسرائيلي. دكتور أحمد، كيف ترى قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي بسحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة، وما هي دلالته برأيك؟
أصحاب الله مساءكم بكل خير. يعني بداية لنتعرف على طبيعة هذه الألوية التي أعلن الجيش الاحتلال سحبها. أولا هو اللواء 14 وهو لواء مدرعات، يعني وداخل القطاع من ألوية المدرعات يعني عدد كبير وكبير جدا مقارنة بالجغرافيا التي تعمل بها ألوية المدرعات. اللواء الثاني وهو اللواء 551 كذلك هو لواء مدرع استقدم من شعبة أو من فرقة سيناء العسكرية كما يطلق عليها الإسرائيلية. بقية الألوية التي أعلن عن سحبها هي ألوية لوجستيك واحتياط. إذا ما أسقطنا هذا بالتحليل هذا الفهم العسكري لهذه الألوية، أنا باعتقاد أنه غير مرتبط بمجريات العمليات العسكرية على الميدان على واقع الأمر، ولكن دعيني أن أشير إلى بعض التفاصيل. أولها بأن صباح اليوم أعلن جيش الاحتلال بأنه قام بتحصين المستوطنات المخلاة في محيط قطاع غزة وذلك من خلال السوائل الإلكترونية، الأمر الذي يشير إلى أن الاحتلال يعني ما يتوقع عمليات فلسطينية من القطاع باتجاه المستوطنات، وهذا طبعا سيكون بعد الانسحاب، وإن تهيا إلى مرحلة قادمة قد تكون تلك المرحلة التي أعلن عنها بالإعلام أنها المرحلة الثالثة لجيش الاحتلال. وبين هذا وذاك بالأمس جاء تصريح بنيامين نتنياهو عن معبر أو ممر فيلادلفيا الذي يفصل الحدود الفلسطينية المصرية المشتركة، باعتقادي بأنه جاء الخبر الأقوى والأكبر في الوسط الإسرائيلي وسط الإعلام الإسرائيلي الذي اعتبر إسرائيليا بأنه تفجير لأزمة حقيقية مع مصر قد يعني تهدد باتفاق السلام بين البلدين، خاصة وأن مصر تعتبر هذا بمثابة خرق لاتفاق السلام الموقع بين البلدين. إذن هناك تهديد من نتنياهو بأن يقوم باقتحام تلك الجغرافيا صغيرة نسبيا، وهذا بالمناسبة يهدد الآلاف ومئات الآلاف الذين نزحوا إلى الجنوب إلى مدينة رفح. إذا بالعودة إلى سؤال حضرتك بأن الألوية التي تم سحبها أنا باعتقادي بأنها لا تؤثر ميدانيا في واقع المعركة، خاصة وأن شمال قطاع غزة أعيدت احتمالية أو أعيدت فرضيات تصفيه جوا، شهدنا ذلك في أكثر من حي، أعلن الاحتلال منذ أكثر من شهر عن السيطرة عليها ميدانيا ومن خلال أسلحة المدرعات والإنشاء، ولكن عاد مجددا يقوم بتصفيه الجو، وهذا مؤشر على عدم قدرته على السيطرة ميدانيا على الأرض. شكرا لك من الخليل الدكتور أحمد شديد الباحث بالشأن الإسرائيلي. هذا وقد كثفت إسرائيل من غاراتها على وسط وجنوب قطاع غزة عشية عيد الميلاد الذي يستقبله الفلسطينيون في ظل عدوان غاشم اقترب من إتمام شهره الثالث. وأعلنت وزارة الصحة بغزة استشهاد 21822 فلسطينيا وإصابة 56451 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر. عام قاتم في غزة في ظل غياب أي مؤشرات على إمكانية وضع حد قريب للحرب الإسرائيلية المستعرة على القطاع والتي تعتبر الأكثر عنفا في الأراضي الفلسطينية، فلم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية ولم تتوقف المعارك البرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، فيما يسود اليأس بين سكان القطاع المحاصر الذين يعانون من تداعيات الحرب اليومية. في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وطالت عمليات القصف الإسرائيلية 3 مساجد خلال قصف مخيم المغازي ومنطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة. عمليات القصف بطائرات الاحتلال طالت جمعية الصلاح في المخيم، وأطلقت طائرات مروحية إسرائيلية نيران رشاشاتها شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما تجدد القصف المدفعي شرقي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وفي حصيلة غير نهائية ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 21,650 شهيدا ونحو 56,000 مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين و70
80% منهم أطفال ونساء. وتفرض إسرائيل منذ 7 أكتوبر حصارا محكما على قطاع غزة، ما تسبب بنقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب والوقود والدواء. كشف الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين أن حصيلة الشهداء لعام 2023 هي الأكبر التي تشهدها فلسطين منذ نكبة عام 1948، وأوضح الجهاز أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام بلغ 22404 شهداء. وأشار البيان إلى استشهاد أكثر من 100 صحفي وفقا لسجلات وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب نزوح ما يقرب من 1,900,000 مواطن فلسطيني داخل القطاع. وقد اقترف الاحتلال الإسرائيلي خلال النكبة أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت إلى استشهاد ما يزيد على 15,000 فلسطيني. حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من ما وصفته بجوع كارثي في قطاع غزة، وأشارت إلى أن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة. رغم قرب دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الثالث، إلا أنه لا توجد في الأفق أي مؤشرات على إمكانية وضع حد قريب لتلك الحرب التي تعد الأكثر دموية على الأراضي الفلسطينية. أزمة غذائية طاحنة تكاد تفتك بسكان القطاع المكلوم مع شح الإمكانات وقلة المساعدات التي تعبر إلى داخل القطاع. عنا احنا الثلاثين او الخمس وثلاثين قدر بنعملهن على النار، ما في غاز ابدا، بنعملهن على الحطب، الحطب طبعا متعب جدا وبدأ يخلص. هناك بعض المؤسسات لنا تعاون معها بتجود برضو مبالغ متواضعة، ولازلنا بفضل الله مستمرين ونسأل الله يفرج الكرب. في غضون ذلك حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مما وصفته بجوع كارثي في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 40% من السكان معرضون لخطر المجاعة. احنا نزحنا أول إشي من المخيم، الجيش رمى علينا مناشير، اتصلوا علينا أكثر من مرة، أكلنا على مدارس الأونروا، طبعا بهدلة ما لا يعلم فيها إلا الله. طبعا بالنسبة للواقع اللي احنا بنعيشه اليوم هنا في المأوى، هذا جهنم، جهنم بالنسبة للمدرسة. من جانبه شدد مدير شؤون الوكالة بقطاع غزة توماس وايت على الحاجة إلى المزيد من الإمدادات المنتظمة التي تتطلب وصولا آمنا ومستداما للمساعدات الإنسانية في كل مكان بما في ذلك شمال غزة. ومع استمرار التصعيد على قطاع غزة يسود اليأس بين سكان القطاع الذين يعانون من تداعيات الحرب اليومية، في حين يستعد العالم لاستقبال عام جديد ليطوي هذا العام آخر صفحاته وسط دعوات وهتافات بإيقاف المجازر التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أن عملية استهداف سفينة ميرسك هانجيتشو جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية للقوات البحرية. وأكدت الجماعة مقتل وفقد 10 من منتسبي القوات البحرية بعد هجوم للقوات الأمريكية على 3 زوارق. في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة أسقطت صاروخين أطلقا نحو سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأضافت القيادة في بيان أن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ وطلبت المساعدة، وأن المدمرة الأمريكية جريفلي والمدمرة لابون استجابتا لطلب السفينة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه أثناء الرد على الهجوم أسقطت المدمرة جريفلي صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. وأوضحت القيادة أن السفينة صالحة للإبحار ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
بدورها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن هجوم على سفينة شمال غرب ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر. وأضافت الهيئة في مذكرة تحذيرية أن سفينة مجهولة أبلغت عن تعرضها لهجوم من قبل 3 زوارق من ناحية الميناء، وجرى تبادل إطلاق النار، وأنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم. وأدت هجمات يشنها الحوثيون على سفن تمر عبر مضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر إلى تعطيل حركة التجارة العالمية منذ أسابيع، ويقولون إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية في غزة. جدير بالذكر أن الهجوم هو 23 الذي يشنه الحوثيون على الشحن الدولي منذ 19 من نوفمبر الماضي بحسب القيادة المركزية الأمريكية. من جانبهم يقول الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بالكامل منذ 7 أكتوبر الماضي. ونشرتنا متواصلة معكم من النيل الأخضر والفضائية المصرية، ونتابع بعد الفاصل. العالم يستقبل عام 2024 وسط آمال بوقف نزيف الاضطرابات والحروب الدامية. مصر في عام 2023 قمم ولقاءات رئاسية في الداخل والخارج مع زعماء العالم. دبلوماسية إنسانية وإغاثية من مصر لكل شعوب العالم. انتخابات رئاسية تعددية وحوار وطني فريد. مشروعات، افتتاحات وإنجازات في طريق الجمهورية الجديدة. مصر حصاد عام على شاشة النيل للأخبار. بكم من جديد. الآن موعدنا مع الوقفة الاقتصادية في هذه النشرة. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد سليمان. تفضل محمد. شكرا لك منى وشكرا لك أشرف. مرحبا بكم. أخبارنا الاقتصادية في بانوراما 8 وتتابعونا فيها. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعول على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية. أهلا بكم. قال رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة تعول على البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار في عدد من الملفات المهمة أبرزها برنامج الطروحات الحكومية الذي يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عن طريق صندوق المال. جاء ذلك خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ لاستعراض خطط التطوير. وقال الشيخ إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية حقق نموا بنسبة 66% وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات، كما قفز رأس المال السوقي بأكثر من 73%، وارتفع إجمالي قيم التداول إلى مستوى تاريخي بلغ نحو 35 تريليون جنيه، وذلك بوتيرة سنوية حتى 28 ديسمبر الجاري. وفي آخر جلسات عام 2023 سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية مدعومة بمشتريات استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية والمستثمرين الأفراد المصريين، وسط التوقعات بمواصلة المكاسب القوية للسوق خلال العام الجديد.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقادة بالبورصة مستوى 1.7 تريليون جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 70 مليار جنيه، تضمنت سوق السندات وصفقات نقل ملكية، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.8 مليار جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية GX30 بنسبة 0.8%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة GX70 بنسبة 19%. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسة تشمل تصورا للتخطيط العمراني لمنطقة الضبعة، وذلك ضمن خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد ومقومات التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع لاستعراض مخططات تنمية منطقة الضبعة وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار إن محور الضبعة يعد أحد أهم محاور التنمية بنطاق الساحل الشمالي الغربي لكونه يربط العديد من المناطق ذات الأولوية للتنمية. وعرض وزير النقل كامل الوزير عددا من المحاور والطرق التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية في إطار المشروع القومي لإقامة شبكة الطرق والمحاور القومية. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء رقم 5000 لسنة 2023. كان رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد أقر تطبيق مجموعة من القرارات التنفيذية لضبط الأسعار في الأسواق، منها الإعلان ووضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وهي السكر والأرز والمكرونة والألبان والجبن الأبيض والزيت الخليط والفول، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن مشروع توسعات مصفات ميدور لتكرير البترول بالإسكندرية من أكبر المشروعات التي يجري تنفيذها على صعيد الاقتصاد المصري، ويستهدف زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليل تكاليف استيرادها وتوفير النقد الأجنبي أيضا. وأكد الوزير خلال تفقده لمشروع توسعات المصفاة على أهمية الإسراع بالدخول في مرحلة التشغيل النهائي واستكمال المراحل الأخيرة وفقا للبرنامج الزمني، وشدد على أن ما تحقق في إنجاز مشروع توسعات ميدور يمثل قصة نجاح في تنفيذ مشروع فريد من حيث الحجم والاستثمارات والتكنولوجيا المتقدمة. قال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وذكر أن الوزارة تبذل جهودا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة. وأكد سمير أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة، والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والوفاء باحتياجات السوق المحلية. انتهت أخبارنا الاقتصادية، وعودة إلى زميلي أشرف ومنى استكمال بانوراما، تفضل. شكرا لك سليمان، ونواصل تقديم أخبارنا، حيث بدأ سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حاليا 8 مليارات نسمة بدأوا استقبال عام جديد آملين في الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة والنزاعات العالمية. ويودع جموع المحتفلين في مناطق مختلفة من دول العالم 2023 المضطرب والأكثر حرا على الإطلاق، بعدما تميز بصعود الذكاء الاصطناعي وأزمة المناخ والحروب الدامية. من نيوزيلندا شرقا، بدأ عام 2024 أول أيامه في الكرة الأرضية لتصبح العاصمة ويلينغتون أولى عواصم العالم وداعا لعام 2023، وكانت استراليا ثاني دولة في العالم استقبالا للعام الجديد. فبعد انتهاء العد التنازلي لاستقبال 2024، أضاءت الألعاب النارية البديعة سماء مدينة سيدني في مشهد مبهر،
وسط صيحات المحتفلين بالمدينة. يعد احتفال سيدني بالعام الجديد واحدا من اكبر واجمل الاحتفالات بالعام الجديد في جميع انحاء الارض، ويحرص على حضور احتفالات سيدني بالعام الجديد كل عام مئات الالاف من الزائرين. اما الصين فتحت احتفالات استقبال العام الجديد فيها بطقوس تقليدية خاصة في المأكولات والمشروبات والملابس التي يرتديها المشاركون في عروض الاحتفالات لإشاعة جو البهجة والسرور في نفوس مئات الالاف من الصينيين والزائرين الذين يحرصون على المشاركة في الاحتفال باستقبال أولى لحظات 2024 عند منتصف الليل. وفي العاصمة البريطانية لندن يحرص البريطانيون والسائحون على الاحتفال بالعام الجديد في شوارع وملاهي العاصمة وسط جو ساحر من البهجة والسرور. ويحرص المسؤولون في لندن على توفير مناطق عامة شاسعة لمن يرغبون في التمتع برؤية الألعاب النارية المبهرة. وفي مدينة نيويورك الأمريكية تزين ميدان تايمز بكرة من الأضواء البديعة في مشهد يحرص جموع ضخم من المحتفلين بالولايات المتحدة الأمريكية على حضوره، حيث يستقبل المحتفلون العام الجديد وسط ميدان تايمز في تقليد مليء بالأجواء الساحرة. كما توافد المصريون على المتنزهات والحدائق للاحتفال بالعام الميلادي الجديد، ويعد ممشى أهل مصر واحدا من أهم المقاصد السياحية والترفيهية التي يقبل عليها المواطنون والأجانب خلال الأعياد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل أحمد سعد لينقل لنا مظاهر الاحتفال من ممشى أهل مصر. أحمد، كيف تبدو مظاهر الاحتفال لديك والأجواء المصاحبة؟ الحبيبه بألف خير، اجواء احتفاليه ساحره هنا من ممشى اهل مصر للاحتفال بالعام الميلادي الجديد وراس السنه الميلاديه. كعاده المصريين ينتهزون المناسبات والاعياد للتعبير عن فرحتهم وبهجتهم وسعادتهم رغم كل الظروف والتحديات التي تخيم على منطقتنا العربيه، الا ان المصريون دائما يحرصون على الاحتفال والاحتفاء والتعبير عن فرحتهم بهذه المناسبة، حاملين كل الآمال والدعوات للعام الجديد بأن يعم المولى الخير والأمن والسلام على كافة الشعوب. يعني بالفعل في يومنا هذا هنا من ممشى أهل مصر الذي يعد واحدا من أهم المقاصد والمتنزهات التي يقبل عليها المواطنين والأجانب بشكل كثيف، هذا المقصد السياحي الذي يعد من أهم إنجازات الدولة عام 2022 والذي امتد بطول 1800 متر من منطقة شبرا إلى منطقة بولاق أبو العلا. هذه هي مرحلة من المراحل التي تم تنفيذها من ممشى أهل مصر والذي يضم العديد من الكافيهات والمتنزهات والعديد من الألسنة على صفحة النيل الخالدة الذي يعد وجهة سياحية حضارية تعكس مدى التحضر في مصرنا الحبيبة. هذا المقصد السياحي الحديث والمتحضر الذي يعكس بهجة المواطنين للاحتفال بالعام الميلادي الجديد. من هنا يقبل المواطنون في الشاشة كما ترون معنا، يعني هناك المسرح المكشوف الذي يقبل عليه المواطنون لحضور العديد من الفقرات الفنية والاحتفالية، وأيضا هناك العديد من الكافيهات التي يرتدها المواطنون وكذلك صفحة النيل الخالدة. هنا يمكن أن تأخذ المراكب النيلية حتى تتجول على صفحة النيل الخالد، يعني كثافرة يعني من المواطنين الذين يقبلون على هذا المكان والذين يتوافدون إلى هذا المقصد السياحي الهام للتعبير عن فرحتهم وبهجتهم. يعني أيضا تضوي هنا أضواء الكريسماس والزينة. الزميل أحمد سعد، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
جيش الاحتلال يقرر سحب 5 ألوية قتالية تعمل في قطاع غزة. ومقتل 10 حوثيين يمنيين في قصف أمريكي على 3 زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء، وكل عام أنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.